وحادثة غريبة من نوعها وطريقة احتجاج صادمة بحق معلم رياضيات ومدير مدرسة وموظف فيها. مكان الحادثة الهند ومنفذي الاحتجاج عدد من طلاب المدرسة. لايف چلاو پورا پبلک کو دکھاؤ پورا دیش دنیا کو دکھاؤ. في مقطع فيديو انتشر على كل المنصات بيظهر فيه 11 طالب هندي ربطوا أستاذ الرياضيات ومدير المدرسة وموظف آخر في شجرة وبدأوا يضربوهم احتجاجا على العلامات المتدنية، يعني تقريبا الجماعة رسبوا يعني. فطريقة احتجاج غريبة وكلهم متجمعين حوالين المدرسين وجلسين بيصوروا فيهم والأساتذة بيتفرجوا عليهم وهم مربوطين في الشجرة، وما عرف الأساتذة من وين جايبين كده برودة الأعصاب هذه تجاه الطلبة. وبعدين لدرجة أنه الأساتذة رفضوا يتقدموا بشكوى رسمية بحق الطلاب اللي عملوا فيهم كده مثل ما قالت الشرطة، على كلام الشرطة، لأنه حسب الإدارة المدرسية الشكوى حتفسد حياة الطلاب. يعني طول عمرنا نعرف الاحتجاج بيكون مثلا طلب رسمي من أولياء الطالب أو الطالب نفسه يروح يتكلم مع مدرسه، هذا شيء عجيب غريب والمفروض صراحة أنه يشتكوهم لأنه هذه تصرفات مو طبيعية ولا هي غلط بسيط. يعني ربطينهم في شجرة يا جماعة، يعني عجب عجاب.